يلا بينا بنحتفل النهاردة بعيد الحب، يعني خلاص يوم الاثنين هيكون عيد الحب، فاحنا قررنا في يلا بينا نحتفل معاكم بيه من بدري. وبنتكلم عن مشروع يارت، وده المشروع اللي من خلاله اي حد محتاج هدية وتكون ليها علاقة بالورد تقدروا يعني انكم تعملوا ده بكل سهولة، وتشوفوا بوكسز بقى للهدايا واشكال مختلفة للورد مع يارت. ويعني نبقى بنتكلم معاهم كمان عن الجديد السنة دي في الورد في عيد الحب. أكيد اتكلمنا قبل الفاصل مع باسانت وكلمتنا عن صديقتها يارا وازاي هم بدأوا المشروع، عشان كده بقى يارا محسن موجودة معنا دلوقتي على التليفون. مساء الفل يا يارا. مساء النور، منورانا وكل سنة وانت طيبة. نبدا نوركو وانتو طيبين. يارا انت طبعا اللي بدأتي المشروع واسستي المشروع، وكان عندك بقى تحديات كبيرة وانت كده يعني بتواجهي العالم وبتقولي انا هعمل مشروع وبيع ورد، فاحكي لنا احكي لنا حصل ايه معاكي. انا خلينا الاول نقول ان يارت معناها يارا اند ارت، وانا عملت لهم كومباينيشن فبقوم يارت. حلو قوي، اسم جميل. يعني حاولت اكون اوت اوف ذا بوكس شويه عشان ما اكونش عايزه اسمي، وعلى اسمك حقيقي. كمان أيوة. يعني يعني واسمك معناه زهره، زهرة. مظبوط كده، فحلو حلو اسم المشروع هايل، يعني في ابداع. ايوه، بس اول حاجه بقى اللي حصل ان انا كنت في الجامعه، انا اصلا في هندسه عين شمس وخريجه لاندسكيب اركيتكتشر، فانا اوريدي عندي باك جراوند عن الفلاورز والبلانتس وكده. كان عندي واحده صاحبتي وانا في سنه اخر سنه في الجامعه قالت لي يارا انا اي تراست يو ان انت تعملي لي الخطوبه بتاعتي وتظبطي لي شويه ديكوريشنز فيها. طبعا انا قلت لها نو واي، لا انا ما عنديش اي اكسبيرينس في الموضوع ده مش هقدر. فقالت لي لا 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 انا واثقه فيكي ان انت هتعرفي تساعديني في الموضوع ده. لما عملته عملنا حاجات حلوه قوي، فحسيت ساعتها ان انا تالنتد في الموضوع ده، وبدات احس انه ده الباشن بتاعي، الويدنج بلاننج والايفنت بلاننج والديكوريشنز عامه بلس الفلاورز. تمام؟ تمام. كانت قصه الفلاورز مش موجوده، يعني ما كانش لسه فيه فلاورز. ده السؤال بقى هنا، لما حسيتي ان الشغف بتاعك في منطقه الورد ورحتي كده تواجهيهم في البيت وتقولي لهم، وهم شايفينك سياده المهندسه المعماريه أيوة. اللي هتبني بيوت وفلل ومصانع وشركات، عملتي ايه؟ انا بعد يعني انا بقى كنت بروح وباجي في السوق، يعني بشتغل شويه حاجات كده، بس ما كانش لسه عندي اكاونت او كده. بعد كده جه بقى الفالنتاين السنه اللي فاتت، قلت انا لازم اعمل حاجه جديده ولازم ارجع تاني للموضوع، ففكرت في الفلاور. ساعتها عملت حاجات يونيك جدا وحلوه جدا، الناس عملت بومينج حلوه قوي والناس عجبها قوي الموضوع. بعديها بدات بقى اركز في الموضوع قوي، واجهت بقى الصعوبه اللي انت بتقولي لي عليها دلوقتي بتاعه اهلي. لا اوكي بقى، واخده الموضوع جد جد جد، قالوا لا بقى. اللي هو ايه ده، لا انت مهندسه، وساعتها كان وقت كورونا وكنت مش بشتغل، فلا لا لا انت لازم تشتغلي، لا المجهود بتاعك بتاع الجامعه هيروح كده، لا مش هينفع. لا ما كانوش خالص يعني واثقين في اللي انا بعمله، كانوا حاسين ان ده تضييع وقت ومجهود، وبالذات انهم كانوا بيشوفوني بضيع مجهود كبير. عملت ايه بقى يا يارا؟ يعني مجهود وفلوس، مجهود وفلوس. ايوه، والوظيفه يعني اللي هي انت تعتبري بتبعدي عنها شويه بشويه. بالظبط، فهم كانوا متضايقين بصراحه جدا، حصل بينا خلافات كتير بسبب الموضوع ده، بس قلت لهم يعني في الاخر خالص اتفقنا انه انا هشتغل مهندسه الصبح وهشتغل في الفاشن بتاعي بعد الشغل. وبصراحه انا يعني انا برضو بحب مجالي، مجال الهندسه اللاندسكيب بحبه جدا. لكن ضغط كبير ان انت تركزي في حاجتين في نفس الوقت، كبير جدا، عشان تثبتي لهم انه لا انا هعرف. بالظبط، ضغط كبير جدا والتشالنج صعبه قوي، وبس انا اي بليف في الحاجه اللي انا بعملها، وانا نفسي اوصل لحاجه معينه. بس انا طالما بتحبيها فانت مكمله. يعني بالظبط، لا هكمل ومش هيأس ابدا، ومش هتسيبي الهندسه يا يارا، يعني مكمله. لا لا في الهندسه برضه. بالظبط. طيب برافو، برافو عليكي. وبما اننا كنا بنتكلم بقى مع باسانت وقلنا لها احنا هنتاكد انتوا بتتخانقوا في المشروع انت ويارا ولا لا، فنحب نتاكد منك يا يارا من هذه المعلومه. بصي انا وباسانت الصراحه كانت بتسبورتني من غير اي عائد ليها كصديقه، وبعد كده انا قلت لها طب ما تيجي نحط بقى مجهودك ده بجد على مجهودي ونبقى بارتنر ونعمل نكبر البروجكت، وبما اني بشتغل انت كمان هتبقي يعني هتساعديني في حاجات كتير في الموضوع. تمام؟ تمام. فبدأنا بقى نبقى مع بعض،
انا يعني برضو احنا الاثنين ديزاينز واحنا الاثنين مانجمنت، وهي بتمانج صراحه في حاجات اكتر مني. لانه مثلا هقول لك بقى ايه، مثلا قصه كده. ايوه. احنا مثلا بنجيب بالونز وبنعمل ايفنت وبنعمل حاجات زي كده، فانا عجبني بالونه ب 400 جنيه فطبعا عايزه تاخديها. انا صغيره عايزه تاخديها، وطبعا ده ضد يعني قواعد المشروع. لا انا عملت لها اوردر اوريدي اونلاين وجبتها، وهي بقى ايه يارا ايه اللي انت بتعمليه ده؟ اه ده على حسابك ولا حساب المشروع؟ بالظبط. ايوه. قلت لها انا اهم حاجه الكواليتي واهم حاجه الديزاين بتاعها حلو، مش مهم واهم حاجه البالونه. بالظبط. ده بقى نوع اختلافاتنا انا وهي، ان هي عاقله وراكبه. ده انت محتاجاها جدا لان انت كده مسرفه وهتضيعي الدنيا. ايوه. وانا مبذره جدا وبحب الحاجات تطلع باحسن شكل ايا كان بقى الموضوع هيبقى عامل ازاي. ايوه، عشان هيبقى عندكم مشكله ان انتوا هتروحوا تقولوا للعميل احنا زودنا المبلغ. لا احنا ما بنقولش احنا زودنا، انا بدفع من جيب كمان. طبعا. دي مشكله تانية يعني، دي مشكله اكبر. طيب ايه المواقف الطريفه اللي بتحصل معاكوا في المشروع؟ يعني احكي لنا بقى، شكلك عندك قصص. اه بالظبط، واضح. مثلا بما ان بقى احنا وومنز كلنا وفيمينست بقى والكلام ده، في بقى ولد كان بيطلب مني ورد بس لكذا بنت. اوبا، لكذا بنت. الامانه بقى. أوه. هنا. طب وده في نفس الوقت يعني كان بيطلب الاوردر دي كلها مع بعض، غير اللوكيشن والاسم والعنوان والرقم التليفون. طب هتعملوا ايه؟ ده كده ما عملناش. ده نادي الرجال السري. تبلغي عنه. بالظبط. ايوه. طب وهل حصل العكس، ان بنت ممكن تطلب ورد لولد؟ بصراحه لا، ما حصلش. ما حصلش يعني. لا لا ما حصلش. غالبا معظم البنات اللي بتطلب لصاحباتها، مش لولد. يعني احنا الكلاينتس معظمنا بتوع اللي بيشتروا فلاورز بيبقوا ولاد، اللي بيعملوا ويدنج او الايفنت بتاعتهم بيبقوا بنات. ده تايب اوف اور كلاينتس يعني. تمام. فقدرتوا تحددوا نوع الزبون بتاعكم، فانتوا اللي بيطلب ورد اكتر الرجال علشان يعني يهادوا البنات، او البنات لاصحابهم او صاحباتهم. يعني حتى في عيد الحب ممكن تلاقي واحده يعني عايزه تجامل صاحبتها بقى، معلش عارفه انها تحصل والله، فتجيب لها شويه ورد. بتحصل. عايزه تبسط صاحبتها. هم دول الصحاب الجدعان، عشان بس ايه يعني لو صحابنا بيسمعونا رضوى بتلمح يعني عايزين اجيب لها ورد يعني. واضح. خلاص فهمت. حاضر يا رضوى. ايه النصايح طيب يا يارا اللي ممكن تقوليها دلوقتي لاي حد كده هيقرر بقى في اليومين اللي جايين دول يشتري ورد؟ احنا الورد بتاعنا عامه ورد ارتفيشال صناعي، احنا بنعمل برضه نشتغل في الطبيعي كمان، بس احنا بنشتغل في الصناعي معظم الوقت علشان دي هديه تفضل معاك فور ايفر، وذكرى يعني تفضل موجوده. على فكره في عيد الحب في 2022 جاب لي الورد ده. بالظبط. فأنا يعني بوش كل الناس هابي فالنتاين، وإن الفالنتاين أو الأيام كلها تبقى أيام حب مش بس الفالنتاين، والموضوع مش بس إن إحنا واحد وواحدة، لا كل الناس تحب بعضها. يعني أنا من غير بشان ما كنتش هقدر أقف على رجلي تاني، وبسبب إن أنا كان عندي مشاكل كتير الوقت ده، هي بشان صراحة اللي شالتني وهي اللي شجعتني. فانا حابه اقول لها هابي فالنتاين يا بسام، وان شاء الله على طول مع بعض ونبقى اصحاب وحلوين وما نتخانقش ولا نختلف ابدا. ان شاء الله. ان شاء الله نبقى سبورتيف. ايوه بس، واتمنى انها ان احنا دايما نكبر مع بعض ونحقق اللي نفسنا فيه، ان احنا نسبريد هابينس. احنا كل هدفنا ان احنا ننشر السعاده والبهجه وننشر الحب. يعني احنا مبسوطين جدا يا يارا والله بكلامك، ومبسوطين جدا جدا بوجودك حقيقي معانا. يعني شكرا حقيقي. وميرسي ليكي جدا، نورتينا.